بسم الله الرحمن الرحيم. هنا العرائس، نستضيف الأخ العزيز عبد العالي الهمداني. نعم، مدير التنفيذي لجمعية أبناء العرائس من المهجر، في هذا اللقاء التواصلي الخامس لموسم 2018 تحت شعار معا لأجل تعزيز روابط التواصل. تبارك الله عليك أخي. هنا العرائس خي عبد العالي وغزال. نعم، كان لاحظت انا خايف دعيت عملت يعني عندكم هذه الايام تواصليه مع المهاجرين، وكنت حتى في المحاضره اللي قيمه اللي اطوها غزال، يعني غزول من غزال الجمارك، واحد اطار كبير، وكذلك محامي وقاضي، نقول قاضي، وما كاينش الحضور ديال المهاجرين اللي كيتسكوا بزاف. نعم، تكلمنا اخي سعد. اخي حنايا كجمعيه كنحاولوا اننا نتواصلوا مع المهاجرين، وهما الاقتراحات ديال المهاجرين كانت لما ان المواضيع اللي تطرقها الجمعيه، المواضيع التي تمس المهاجرين بالدرجه الاولى، في المسائل المتعلقه باللي كتتعلق بهم، اللي كتمس العقارات، السيارات، كتمس الجمارك، فهاد القضايا اللي كتمسهم بالدرجه الاولى. نعم، وحنايا كنحاولوا نجتهدوا ما امكن مع الاطر المحليه والاطر الوطنيه والاطر اللي كتهتم بالمشاكل المتعلقه بالمهاجرين، كنحاولوا اننا نتواصلوا معها ونجيبوها كي تتواصل مع الناس ديال الجاليه، ونقربوها، نقربوا المشاكل ديالهم ليهم، ويحاولوا انهم يلمسوا هذه المشاكل وياخذوا بيدهم الطريق او الاداره المختصه في الموضوع. فهذه السنه كانت متميزه بحكم اننا يعني كان واحد نوع من التعاون بيننا وبين جمعيه الشباب العدول، اللي تطوعوا مشكورين على اساس انهم يجيو ثلاث عدول يعني مجانا، والتواصل مع ابناء الجاليه يعني لمده معينه تقريبا ساعه ونصف، على اساس طرح مشاكل شخصيه كتعلق بكل مهاجر على حده. فيعني كانت هذه تميز لهذه السنه. درنا هذه المساله يعني هو اجتهاد، كنحاولوا ان المهاجرين يجيو ويلمسوا ديك المشاكل اللي عندهم، انهم يحاولوا يحلوها انطلاقا من الشباك القريب اللي هما الناس اللي كيهتموا بالمجال القانوني. طبيعه الحال كانت هناك ندوه كما شفت الاخ محمد، ندوه جبنا هذه السنه مختص في الجمارك، اطار معروف في البلاد وعنده يعني المام بالامور ديال الجمارك، وحاولنا انه نقربوه من المهاجر، ولا كان شي نزاع معين انه يطرح عليه اشكاليه معينه او يحلوا المشكل ديالو. كان هناك محامي وكان هناك كذلك عدل، فهنا حاولنا اننا نطرحوا مواضيع مختلفه كي نقربوا المهاجر بالدرجه الاولى من الهموم ديالو، من المشاكل ديالو اللي كتلمسها. طبيعه الحال حنا كنجتهدوا في هذه الامور، يعني وجود المهاجر بالدرجه الاولى في هذا المكان، في هذا الموقع هذا، يعني كتعلق هو به شخصيا، يعني حنا كنديروا الواجب ديالنا، كنجتهدوا. طبيعه الحال شاركنا في البارح في اليوم الوطني المهاجر، كان اغلبيه ديال الاشكاليات اللي مطروحه على 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 السلطه المحليه، علاش مثلا هذا مثلا دليل عقار، علاش كذا، ما كانوش شي ناس ديال القانون اللي موجودين باش انهم يرشدوهم يوجدوهم الطريقه الصحيحه. وحنايا جاو عندنا الناس اللي كانوا يعني ما عندهمش واحد الرؤيه فين غادي يمشيو، وجهناهم الطريق الصحيح، وكاين بعض العناصر شكرتنا البارح في اليوم الوطني المهاجر على اساس التدخل المباشر والوسائط اللي عملناها باش نوصلوهم الى الطريق الصحيح. شكرا خي عبد العالي للاشاره، فان عبد العالي الهمدين هو اطار مغربي وانا اعرفه، والتقيت معه في هولندا خاصه في لاهاي، فهو عنده الدراسات العليا، ماستر في دراسه الديانات. شكرا لك، وانت مفخره لمدينتك العرائش. جزاك الله خيرا محمد.